الآن اللبسة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث يتجدد اللقاء سنويا هنا في كل عام بالإخوان المتميزين في هذه الانطلاقات الجميلة وفي هذه الأيام المبروكة. ينطلق أيها الإخوة شوطنا الثاني هنا الذي خصص أيضا للجعدان، هنا جعدان الحجايج متميزات أيضا أتن للمشاركة، وشعارات أصحاب السمو الشيوخ أيضا وجائزة هذا الشوط سيارة، وبالإضافة إلى سيارة هناك خنجر ذهبي مقدم من اللجنة العليا المنظمة لهذا المهرجان. شكرا لأحمد بن خلفان بالشاوي الغفلي رئيس اللجنة العليا المنظمة على هذا التنظيم الرائع. نسير إلى المقدمة. ونشوف اللي في المركز الأول مباشر في المركز الأول ونحن على الهواء مباشرة، هذا هو مباشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن راشد بن غدير التبي في المركز الأول. النقلة التالية على المركز الثاني، وهنا التدخل أيضا من شايم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير التبي هو المضمر. المركز الثالث أصبح من نصيب مسير لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى مع ناصر بن عبد الله بن ناصر المدهوشي، انطلق إلى المركز الثاني. المركز الثالث أصبح من نصيب كفو، وأنت كفو يا أبو راشد، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن عبد الله بالطير العامري مضمر حفلة، وكان الشوط حفلاوي حفلاوي بالفعل. الشوط الأول الرئيسي انطلق مع حفلة. المركز الرابع، المركز الرابع اللي تدخل هنا، اللي تدخل في هذه اللحظات صوغان ويلعب على أرضية ميدانه لسمو الشيخ ماجد بن عبد الرحمن بن أحمد المعلى مع علي بن مهير بن بليشة الاجتبي في المركز الرابع. المركز الخامس هنا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. هذه النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. ولكن نعود والعود أحمد إلى كفو 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 كفو، هذا هو كفو بهذا الشعار. الله يا بطير لك سنوات ماضية وأنت تحصل المراكز الأولى ولك عوايد على النواميس دائما وأبدا. متميز بالطير، متميز أمامك عبد الله بالطير راعي شاهين وراعي سلهود. يا سلام، يا هي أيام حلوة، يا هي أيام جميلة. الآن تستعيد ذكرياتك الجميلة من خلال هذا الشعار. ولكن اللي غير صوغان، غير غير صوغان. هذا المركز الأول صوغان لسمو الشيخ ماجد بن عبد الرحمن بن أحمد المعلى مع علي بن مهير بن بليشة الاجتبي. ولكن هنا اللي في المركز الثاني هنا كفو، كفو عندك كلام آخر، عندك كلام آخر كفو. المركز المركز الثاني هنا كفو 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 لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن عبد الله بالطير العامري في المركز الثاني. وهناك التدخل، عطني أبو راشد، هناك اللي هو هملول معالي الشيخ محمد بن بطية الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. والمركز الرابع، وهناك أيضا تدخل من الصارم لسمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني مع محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. ولكن نعود ونحن ندخل في عالم الأعلام، في منطقة الأعلام الجميلة. هذه أعلام دولة الإمارات ترفرف في هذا الميدان، ترفرف في هذا الميدان. صوغان صوغان كفو كفو، ولكن صوغان صوغان غير النتيجة، خذ المركز الأول وكفو وعاد كفو كفو كفو. صوغان صوغان كفو في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة يا بطير. الله الله كفو صوغان صوغان، هل يحقق النقطة الثانية؟ كفو 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 صوغان 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 كفو 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 كفو. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والنقطة الثانية على التوالي. وتهانينا لأحمد بن عبد الله بالطير العامري المركز الثاني. صوغان لسمو الشيخ ماجد بن عبد الرحمن بن أحمد المعلم مع علي بن مهير بن بليشة المركز الثالث.
المركز الثالث وصل فيه الصارم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. المركز الرابع وصل فيه هملولي معالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. المركز الخامس وصل فيه شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء. والتوقيت الزمني 4 دقائق 35 ثانية وستة من الأجزاء. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز كفو، وتهانينا لأحمد بن عبد الله بالطير العامري للمرة الثانية على التوالي، نقطة ثانية في هذا المساء الجميل. المركز الثاني وصل فيه صوغان لسمو الشيخ ماجد بن عبد الرحمن بن أحمد المعلى، حيث أنه قطع المسافة 4 دقائق 35 و6 من الأجزاء. تهانينا أيضا لعلي بن مهير بن بليشة الاجتبي. المركز الثالث وصل فيه ضيفنا العزيز من دولة قطر الصارم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، مع 4 دقائق 39 ثانية و9 من الأجزاء. تهانينا والناموس أيضا لمحسن بن علي بن مبارك الفراج. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء لثلاثة المراكز الأولى مصطحبة التواقيت الزمنية. وكما شاهدنا أيضا شوط الجعدان مع الخنجر ذهبت مع بالطير ومع شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المقدمة من اللجنة العليا المنظمة لهذا المهرجان. شكرا يا أبو محمد.